عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى البركة نتواصل في صباح هذا اليوم شوطا جديد من أشواط الخير والمحبة. الشوط اللي تعلن انطلاقته هو شوطنا السابع الخاص للزمول المحليات الأصايل. نسير وياكم إلى المقدمة ونتابع جزل صغير بن عبد الله بن بدر العامري، نغلة من جزل إلى المركز الثاني. المركز الثاني شاهين هلال بن علي بن هلال بن غريب الجنيبي يأتي على المركز الثاني. إذا وصلنا المركز الثالث نجد في المركز الثالث بنشوف من اللي غادم على المركز الثالث، وبنتأخر قليلا. كان أخذ الثالث اللي يأتي على المركز الثالث مشاهدينا الكرام يصل في هذه اللحظات ملبي عمر بن علي بن محمد النيادي. المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الكرام مبلش ناصر بن طناف العامري. والمركز الخامس، المركز الخامس الغزال للشيخ مسلم بن محمد بن ركاض العامري. المركز السادس، المركز السادس يلي واصل في هذه اللحظات بنحاول نتعرف عليه، اللي ياتي على المركز السادس ها هو امامكم، لزام محمد بن سهيل بالحطم العامري. هكذا النداء لستة الأسماء المتقدمة في مسار هذا الشوط. نعود وياكم إلى المقدمة، نعود وياكم إلى صدارة هذا الشوط. مشاهدينا الكرام هكذا مسار هذا الشوط، ونعود وياكم إلى مقدمة هذا الشوط الخاص للزمول المحليات الأصايل. ها هو أمامكم جزل صغير بن عبد الله بن بدر العامري متصدر قيادة الشوط منذ بداية هذا الشوط. جزل يقود المسيرة، يقود المسيرة جزل. المركز الثاني ياتي شاهين علي بن هلال بن غريب الجنيبي، موقعه المركز الثاني. وين الثالث؟ الثالث يتقدم في هذا الشوط، لكن الاثنين منفردات
وبننتظر المركز الثالث شوطا من أشواط الزمول المحليات الرسائل اللي ياتي على المركز الثالث مشاهدين الكرام ملبي وملبي العمر بن علي بن محمد النيادي وبجواره الغزال للشيخ مسلم بن محمد بن ركاب. الخامس يتقدم مبلش ناصر بن طناف العامري، وفي سادس الأسماء لزام محمد بن سهيل بالحطم العامري. هكذا الندى للستة. مشاهدينا الكرام، ها هو أمامكم جزل متصدر قيادة هذا الشوط. جزل على المقدمة، جزل على الصدارة، صغير بن عبد الله بن بدر العامري من يقدم جزل، من يسيطر بجزل إلى المركز الأول. 4 كيلومترات أنهاها وهو قايد للمسيرة، ما تبقى عليه إلا 2 كيلومتر عن خط النهاية، وجزل ينهي الشوط لصالحه على ما اعتقد بينهيه، لأنها لها عوايد ولها أيضا انتصارات. المركز الثاني علي بن هلال مغريب القنيبي، أيضا شاهين مبسيط، بعد شاهين مبسيط صاحب عروض ممتعة لجماهيره حينما يحضر بيوم يكون هو أيضا له العرض الممتع للجمهور، ينتزع المقدمة ويهدي الفوز الناموس لعلي بن هلال بغريب القنيبي حينما يكون في يومه. الثالث بعيد، بعيد نسبيا، لزام 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 أو جزيل 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 صغير بن عبد الله بن بدر على المقدمة. 1500 يا أبو عبد الله، 1500 يا أبو صالح على خط النهاية، وجزل ينتزع المركز الأول أمتارا معدودة تفصله عن خط النهاية، تفصله عن خط النهاية وهو قايد للمسيرة. المركز الثاني، المركز الثاني يتواجد شاهين علي بن هلال بغريب القنيبي. المنافسة تنحصر ما بين الاثنين، ما بين الاثنين، ما تبقى إلا أمتار معدودة وتنتهي سالفة هذا الشوط لمالك جزل. صغير بن عبد الله بن بدر العامري 1200 وغادرها، 1200 وغادرها وعصاته في البطان. حرك القنيبي علي بن هلال بن غريب القنيبي، حرك حرك شاهين، حس بالخطورة جزل وغادر بعد بوابة الكيلو المتر الأخير، ينقص الأمتار أيضا يطواها ما شاء الله عليه وهو قايد للمسيرة. صغير بن عبد الله بن بدر جزل 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 جزل، يا سلام يا جزل للصغير بن عبد الله بن بدر العامري، بدون أوامر بدون تعليمات زاد من السرعة، حس بالخطورة حس بالخطورة. علي بن هلال القنيبي على المركز الثاني بشاهين بشاهين، لكن جزل ما في حيلة، جزل ما في حيلة أبدا، لكن الخضيري قادم قادم من المناطق الخلفية، أبو سيف يبى يضيف نقطة لشعار بن ركاب قادم، لكن بن بدر بن بدر خذ الاحتياط خذ الاحتياط. القنيبي القنيبي يحاول بشاهين علي بن هلال بن غريب القنيبي، يا سلام يا سلام يا أبو هلال يا أبو هلال، يهجم يهجم على جزل في الوقت الحساس في الوقت الحساس. بن يابر بن يابر يرفع راية الخطورة، لكن جزل صامد حتى هذه اللحظات، حتى هذه اللحظات أمتار معدودة، وعلي بن هلال القنيبي يذهب بالسلام لها للسلمات. تهانينا تهانينا العلي بن هلال بن غريب القنيبي على فوز شاهين، يقلبها لصالحه في اللحظات الأخيرة. مشكور يا أبو هلال مشكور، تهانينا لعلي بن هلال
بن غريب القنيبي نهنيه على فوز شاهين بالمركز الأول بأول أشواط الزمول المحلية تلاصايل. يصل شاهين العلي بن هلال القنيبي المركز الثاني، صغير بن عبد الله بن بدر المركز الثالث، للشيخ سلم بن محمد بن ركاض الرابع مع محمد بن سهيل بالحطم. التوقيت 9:58 ثانية. تهانينا والناموس.